مفيش حل غير البتر. رجل هتتقطع يا دكتور. ما قدامناش حل تاني. حسني حسني اسم الله عليك يا غالي، اسم الله عليك يا غالي، اسم الله عليك يا حبيبي. الحاج ناعم الحاج، الحاج ناعم الحاج. خير يا حمدان؟ مناع يعمل حاجه، خبطت عربيه على الجسر ونقلوه على المستشفى وكانه يقطع رجليه. هو فين دلوقتي؟ في مستشفى اخميم يا عم الحاج. خد ادفع حساب المستشفى وارجع طمني. امرك يا عم الحاج. لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل تفضل يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك. ألف الحمد لله على سلامتك. بسم الله عليك. يا ريتني كنت أنا يا حبيبي. ألف سلامة، ألف سلامة يا غالي. بعز الظهر رايحة الشمس تغرب وحزني حبل ليف طوق رجابي. فعز الظهر رايحة الشمس تغرب وحزني حبل ليف طوق رجابي. لفين يا قلب من الأحزان حتهرب لدلوقك انت ما فهمتش عذاب ما فهمتش عذاب يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي. تبكيش يا منان، ده أمر الله، ارضى بحكم سيدك. أنت فاكرة أنا هبكي على رجلي؟ أمال هتبكي على إيه؟ على كل حاجة، على كل حاجة. أقول لك إيه بس، روحي دلوقتي إلى الحاج محمد. استهدى بالله يا مناع، هجيب الراجل دلوقتي. جوه ما يسمع الكلام، قولوا له مناع عاوزك ضروري، وحب على ايده ويجي. حاضر حاضر يا اخويا حاضر. مؤاخذة يا حاج، جد دلوك. مناع عمل ايه دلوك؟ حال الدل، قطعوا رجله ومرمي في البيت زي الحريم. يعني ايه؟ هيقعد كده؟ خليه يجي يرجع الشغل. هو اللي عاوزك تروح له يا عم الحاج. اروح له؟ تعبان قوي كده؟ طول الليل والنهار بيبكي ويخطرف، عاوز يشوفك ضروري. هجي له بكره. والنبي دلوك يا عم الحاج، بيبكي زي العيل الصغير، وقال لي ما ترجعيش من غيره. أغير بس. فين الواد مناع اللي عامل فيها عيان؟ هنا يا عم الحاج اتفضل. رد الباب وسيبينا وحدينا. حاضر. مالك؟ رجلي اتقطعت يا حاج. فداك يا ولدي. الحمد لله اللي جت على كده. ايه الحمد لله. كل جسم وليه زكاة. مين عارف، يمكن ضربت بيها حد دعا عليك. روق روق. انا عاوزك يا عم الحاج. ما تقلقش يا مناع، اي فلوس عاوزها ما تقلقش. عاوز تركب رجلي اركب لك رجلي. لا، عايز ابر ذمتي يا حاج. عليك دين لحد هسددهولك. أبري ذمتي قدامك على دين كبير ليك يا حاج. أنا مسامح، بس أنا مش مسامح. الحمل ضيق جوه يا حاج. مش فاهم يا مناع. أها، حطوا شهري عنام بيها اصحى الاقيها. حبل ايه ده يا مناع؟ حبل المركب يا عم الحاج. قطعت نصه يوميها وفضل نصه عندي، وكل شويه هديها لحد ما وصل رقبتي. لازم تسمعني يا حاج، لازم. سمعك يا مناع، قول. يوميها خدت الغدا وروح. انت تسكت وتسمع الكلام، فاهم؟ الغدا اهو. خبر ايه يا حاج خيري؟ متدخلش انت. واجري هات لي الحبل اللي على المركب. هتعمل ايه بالحبل يا خيري؟ اما نشوف الباشا دي هيسمع الكلام ولا لا. اسمع الكلام فين؟ انا هروح الجامعه، انا هروح. ليه؟ انت احسن مننا ولا ايه؟ ده انت زي البنات يا. انا ارجل منك. هي كلمه واحده، تروح وتقول له ما عايزش اروح. ليه؟ عايزني ابقى فاشل زيك؟ كتف يا مناع، ولا اقول لك انا اللي هكتفه. ليه بس يا بوي؟ لكش صالح انت. خلاص يا خير، عشان خاطري اخرس انت. هنشوف مين فينا الفاشل يا عم الناجح. سيبه يا خيري، بكره يرجع من الجامعه ساقط ولا فاشل، او ارجع حرامي زيك. ايه وانا اللي هدافع عنك؟ طب انا اللي هكتف. امسكوا له حماد، كتفوا يا جودي، ولا حد يقدر يعمل لي حاجه. لو ولد ابوك صح تطلع من الميه وانت متكتف. حط الحبل تحت رجلك يا مناع، وكلمه زياده هات وهتنزل الميه. هو ده اللي هيداويك يا خيري؟ هتحس كده انك كبير غصب عنك يا واد، وهتروح لابوك وتقول له ما عايزش اروح الجامعه الامريكيه، وهتقول انا مره. اللي راح مصر يتعلم ورجع معاه واحده صايعه، هو ده اللي مره. طب وريني هتطلع من الميه كيف. قطص يا بوي. الحق يا مناع، هيغرق. الحق يا مناع، يا مرعي. حرام عليك يا خيري، حرام عليك يا مرعي. الحق يا خيري. ولما انقطعت رجلي حسيت ان ده ذنبه. خفت ان ربنا يقبض روحي وانا شايل الذنب ده. سامحني يا عم الحاج.